بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة بيتر بافل الرئيس المنتخب لجمهورية التشيك الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية التشيك الصديقة، متمنيا سمو ورعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة بيتر بافل الرئيس المنتخب لجمهورية التشيك الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية التشيك الصديقة، متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد. كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد صباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة بيتر بافل الرئيس المنتخب لجمهورية التشيك الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية التشيك الصديقة.